دي ضايعه حنا والميكرو دوز تحت دابا حنا بروفيسور بهاد الايمان حول تهلاو في اليوم اشنو تعطلنا على الخدمه بريواد كاين والو شنو السبب اللي خلاتهم تنجح في حياتها هي هاد الحبوبه ولا كلشي ولا كلشي كيعرفها الطبق اللي مقدم اليوم هو طبق طبيعي 100% تغدى وتمتع تعشى وتمشى هيا بينا هلو الفطور ديال المدرسه مهم مشي هذا الموضوع ديالنا اليوم عندنا واحد الحاجه في المدرسه خوتي انا من الناس اللي مشاركه في لوغانيزاسيون ديال هذا ليفينمون تاع ريسبونسابل دابا زاسوسيو ممكن بشي حاجه بروفيسيونال ولكن ماشي بروفيسيونال ولكن من بعد راني موجوده في نفس الزمره كاين مجهود في نفس الوقت من بعد راه كاين مجهود الصوره بستج درت هاد اللعيبه بلاصه الماضي حيت الماضي كتكون كتجلبس كتولي بحال بلونكو ولا شي حاجه من بشكل كتعصب عليا انا باش تكون معايا كنتخليكم نصور لكم داكشي بيهايند ذا سينز ما ملي كنستقبل الناس كنعطيني بوتش ديالهم وانا مكنعرفش ندوي كنعرف نصور في ستريس كندوي اكسبيرينس جديد حتى راه كاع يضحكوا عليا واش هادي اللي كنت دايرين هنا غادي ندرب البوتش ديالي هادو بحال هادو بحال واحد الكارني ديال وكنحاول زعما نجي لهم شنو غادي يكون فيه وداكشي نحس براسي بروفيسيونيل كندير انا هنا هادو لي باتش اللي عنفرق اليوم بروغرام كاين هنا ستوك ديالهم كاين هاد لي كارني وكاين هاد هادو اللي كنعلقهم في هاد الباتش هاد مع الناس ملي يجيو تخيلوا نتوما نجيو ندخل عندي انا مشاو يديو شنو شي بلاصه انا مكنخا نمشي داكشي هاد لي بانو هادو ديال المايك و ديال الاضواء و داكشي اللي كنديروه هنايا كازي ضايعه فين هو الميكرو دوز تحت دابا حنا بروفيسيونيل السلام عليكم المهم مرحبا بكم معنا في هاد ليفينمون هذا وقام معنا في انتظاري قول لهم حنا اش كنديروا بيهايند ذا سينز حنا دابا راه خدامين فهمتيني على هاد لي زافيش هادو اللي غيطلعوا هنا و ميم طون الدراري البنايه ديال لا ريجي هما اللي مكونين فيه بلا سونوريزاسيون يعني الصوت ديال الميكرو يمكن فيه بلا فيشاج ديال لي بريزونطاسيون بوانت و الانيماسيون اللي تكون في لاغيا نعم شكرني كون نبغي نشكر الانيسة تقول زعما راه هي كدير مجهود كبير وكت بلاتي تتسالي دابا نصور بهاد الايمان ويلك شي عندك نصور من برا السلام عليكم دابا هادشي كيفاش كيدور لا لا ما فوتش راه دابا هكا كيدور معاه ياك كيدور معاه وهكا كيبقى فيكس شي كيبقى فيكس على داك الكوبا خشي الوبس تحول اش كيقولوا اش كيقولوا لا دابا مثلا ملي كتكون شاد هذا اش غادي تقول الناس اللي تما ولا حل الباب سلام تهلاو في اليوم يلا بلايص هاو شوف السيد دابا انا تعطلنا على الخدمه عطونا هاد اللعبه هادي باش زعما نتغداو كنا كوميتي اليوم تبارك الله هما تهلاو فينا خلنا ناكلو خلنا ناكلو بريواد بسطيله مع ديال الشارفيت تاكيتخين وعاطين لي ليمون فوماج وا تهلاو في عطاو الليمونه ما كاين والو كاين الشعريه مقيس ولا ماشي ما المطورين ديال سويسرا ما بغا ما راه كنفلوكي ماشي ما فهمنا هذه شكون هي
هذه وئام كنا كل الماكلة ديال الدراسة. شوف هذا والله ها فهمي تخرج عامر. لا باس ديال الزميل. إلا طاح ما نقطعناش. زهرة لي بخوف باش نخرجوا. الله يهديك. ناضر. الله فينا اليوم تبارك الله. فينا بزاف وعطاونا واحد الشريحة باش نهضموا. الرطبة، الرطبة مهمة الرطبة. مراوي. دابا تغدينا وانا تالمو فاتيكي خاصنا دابا نرتاحو شويه وندخلو نكملو مثلا عندنا الخدمه. خليكم باي باي. قلت له الفلوق ديالو هو ماشي ديالي انا. احسن انفوغرافيست كاين في العالم هو عمر دار شي افيش ما كيدير والو ماشي غوطا غاك من الناس خدامين تبارك الله عليهم. مدام تريزوري معكم لفار كبير بخير لاباس عليكم. اليوم غنديروا فيديو مع فردوس غادي سندوسه. شنو السبب اللي خلى سندوس نجح في حياتها؟ ارجع شويه هي هاد الحبوبه ولا كلشي ولا كلشي كيعرفها وي حبوبه وي. غنديروا لها واحد الفيديو وغنديروا لها موسيقى وغادي نقول لها كلمه خاصها تعرفها. واحد جوج ثلاثه باقي ماشي صغيرات الف باء الف ومية الف باء هركبوا في بيكو عالم حرك راسك حرك راسك صابون البلدي ها صابون البلدي عرفت سيرك شد شد وقفتيها لا ما دابا ماشي جونور ماما افريكا لا كاين حتى العشاء دونك نمشي نتعشى ها الصراحه شنو يكونوا دايرين في هذا الشيء نمشي ونكتشف انجوي اور تايم داك الشيء اش شنو انا نخلي لي هو يفلوغي والسلام عليكم. بعد عنا طويل اليوم حنا سالينا دابا وجينا شفنا واحد الاوطيل هنا في الداخل سميتو بلايا اوتيل جا في مول رشيد دابا غندخلوا نتعشى فوالا لا بعد هكا غالا ديني صافي خليكم مع العشاء باقي تشوفوا فينا اساتذه شانديرو اساسيده ديالنا اللي دازها لينا حنا الا كنتلاقاو معاهم نستناهم يدخلوا غندخلوا حتى حنا ديكاس الاحسن السير مال الذكاء الاصطناعي هو واحد المجال اللي من هنا لقدام عنده افاق افاق صراحه وحنا الطلبه ديالنا كنحاولوا ما امكن اننا ندمجوهم في هذا المجال. هذا المجال فينا هذه بلاصه الطابله صغيره دونك ما تجوش بالنسبه للطبق اللي نحط اليوم هو طبق طبيعي 100% بدون مواد خفضه وكنلاحظوا باللي السمك وشكرا على الاستضافه ديالكم شراكه انا قلت هاد البلاص صغيور دابا البلاص حتى يجي الديسير بيان سور هاد البلاص صغيور غيحطوا لنا شي حاجه فيها الشوا معزم شويه ولا شي جمل مشوي لا غيديروا لنا الروز في الجناب وغيديروا شي حاجه شي جمل مار ولا لا ماشي مار لا حنا ماشي مار غادي شي حاجه مشويه وغادي الروز في الجناب باين علينا هكا هو ان شاء الله ولا يعدلوا لنا مار شي من كيبو تجيب وشي من الحوت لا يعدلوا مع شويه من الروز ويعدلوا فوق شويه من ذاك يقولوا له اسمه هو يقولوا له الدرع وشي من البشنا ان شاء الله هو هذا ما كان اكسبكتيشنز ديالك كانوا واشكرك اشكركم الحمد لله ربحنا يعني المشوي هذا ماشي مشوي شنو هو راه مشوي هذا ما جبل دابا سيدنا العشاء اللي ما بقى فيه والو غنوريكم جالسين مع وكاله هي تقول لك لا ديسير لا فلون لا والو حتى حاجه ما بقات فين بقى داكشي فين مشى فين مشى ما عرفتش انا ما عرفتش تقول المثل تغدى وتبدى وتعشى وتمشى هيا بينا